أكد المتظاهرون مواصلة اعتصاماتهم السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة، وأشاروا إلى أن عمليات القمع المستمرة من قبل الميليشيات لن تثنيهم عن المضي بثورتهم. الله. امتلأت ساحات العراق بالمتظاهرين حشود كبيرة وتوافد كبير. خرج متظاهرو النجف في تظاهرات جابت شوارع المحافظة بعد قطع السلطات الحكومية التيار الكهربائي عن ساحة الاعتصام في المدينة. تشن ميليشيا قبعات الزرق ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر هجوما على محافظة كربلاء عن طريق أفرادها. 28 واحد كربلاء الآن منتسبين العتبة وقوات الشغب يحاولون دخول كربلاء. حرقوا خيام المتظاهرين بالنجف، بنت خيام مكانها. حرقوا خيام المتظاهرين ببابل، فتحوا خيام بدالها. حرقوا خيام المتظاهرين أكثر من مرة بنفق التحرير وقرب نفق التحرير وبساحة التحرير، وثانية بتلقي الخيام مثلها موجودة. ردد الطلاب هتافات أكدوا فيها استقلالية تظاهراتهم السلمية وعدم تبعيتهم للأحزاب والكتل السياسية التي قالوا بأنها تخدم أجندات خارجية. رسالة واضحة من النساء العراقيات أنهن مشاركنا بكثافة وبقوة ولهن تأثير فاعل على الأرض طبعا، وهن يتقدمن في كثير من الأحيان أيضا. طبعا التنديد والشجب الدولي الخجول نظرا لحجم الجريمة الكبرى التي ترتكب ضد العراقيين المطالبين بشكل سلمي بحقهم في الحياة وحقهم الحصول على وطن. طلبنا قضيتنا، نريد وطن، نريد وطن، معتصمون سلميون، نريد وطن، نريد وطن. ثورة مستمرة واحنا مستمرين معكم.